وسط حضور جماهيري قفير في منفذ شحن البري بمحافظة المهرة. ومنذ وقت مبكر وفي أجواء فرائحية وصلت الجماهير اليمنية إلى بوابة الميناء لمشاركة إدارة جمرك شحن مراسيم استقبال بعثة المنتخب اليمني للناشئين المتوج بلقب بطولة غرب آسيا. شعور اليوم فرحان أني سأقول أني يعني ولدت من بطن أمي 15 شهرين لي. فرحان فرح أي شغل أحسن لي من أي شغل بفرح اليوم أي شغل ولا عريس عمالي حتى مشان أشوفهم. بخصوص استقبالنا لفريقنا الناشئين، نحن في جمرك شحن في البوابة الشرقية وجدنا أنفسنا في الواجهة، وعلينا أن نعمل الواجب صراحة مع فريقنا الذي أتانا بفوز وأتانا بتتويج، ولمنا أنفسنا صراحة في المنبذ أن نقوم بالواجب وأن نعمل لهم استقبال. وفور وصول طاقم البعثة العائد من سلطنة عمان إلى ساحة ميناء شحن البري جرى استقبال اللاعبين بشكل عكس تأثيره على بهجة وسرور طاقم البعثة الذين أبدوا سعادتهم وامتنانهم الكبير لكل الحاضرين. مرحبا، طبعا نبارك للشعب اليمني هذا الانتصار، الحمد لله على كل حال. نقول لهم ألف مبروك وأنتم تستاهلون. الآن احنا في الشحن وأيضا في المهرة، يعني شفنا استقبال الشعب وفرحتهم بهذا البطولة، والحمد لله نحن استطعنا أن نكون سبب في إسعادهم. طبعا كل تأكيد هذه البوابة الشرقية لليمن اليوم تستقبلنا بهذا الاحتفال وبهذا الكم الهائل من الجماهير الرياضية العاشقة المحبة الحبوبة الحنونة لهذا المنتخب ولهؤلاء الأبطال الذين طبعا أكيد شرفوا اليمن جميعا بهذا الإنجاز التاريخي اللي هو للمرة الثانية، وعلى حساب من؟ على حساب المنتخب السعودي. بعد الانتهاء من مراسيم الاستقبال ومشاركتها في حفل تكريم الطاقم الإداري واللاعبين من قبل مدير عام جمرك شحن، توجهت فورا بعثة منتخب الناشئين إلى مدينة القيضة عاصمة المهرة استكمال زياراتها لبقية المحافظات اليمنية. حمزة العواضي، اليمن اليوم، من منفذ شحن البري.